تتكون الخلية المفككة بمدينة وجدة وتندرارا من 10 عناصر، أغلبهم من ذوي السوابق الإجرامية والمتشبعين بالنهج الدموي لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية داعش، من بينهم مواطن جزائري مقيم بطريقة غير شرعية بالمملكة. وأضاف بلاغ وزارة الداخلية أن التحريات الدقيقة أظهرت أن المشتبه بهم قاموا بعمليات مراقبة وترصد لأحد المراكز التجارية الكبرى بمدينة وجدة تمهيدا لتنفيذ عملية سطو باستعمال أسلحة بيضاء وأقنعة وأجهزة اتصال متطورة، وذلك من أجل الحصول على موارد لتمويل مشاريع إرهابية بالمملكة تماشيا مع أجندة داعش. وأكدت عمليات التتبع أن عناصر هذه الخلية المشتبه في كونها إرهابية كانوا يعقدون لقاءات سرية بأحد البيوت الآمنة بمدينة وجدة، وهذه العناصر متورطة في تنفيذ اعتداءات في حق المواطنين والاستحواذ على ممتلكاتهم، مما يشكل تهديدا خطيرا ومسا بأمن واستقرار المملكة المغربية، يضيف بلاغ وزارة الداخلية. وسيتم تقديم المشتبه بهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم تحت إشراف النيابة العامة. وتندرج هذه العملية الخاصة بتفكيك هذه الخلية المشتبه بها بمدينة وجدة وتندرارة في إطار التدخلات الاستباقية ويقظة عناصر الأمن المغربي ووعيهم بخطورة ما يتربص بلادنا على غرار دول أخرى من مخاطر الإرهاب والتطرف، فالمغرب مؤمن بالسلم والاستقرار، ولضمان استمرارهما يعمل على نهج الحكمة الأمنية وإعادة تشكيل الحقل الديني واستئصال مصادر الهشاشة الاقتصادية، علاوة على تكثيف التنسيق والتعاون الأمني جهويا ودوليا. مرة أخرى تتأكد نجاعة وفعالية الأجهزة الأمنية الوطنية من خلال تفكيكها للخلايا التي يشبه في كونها إرهابية عبر التراب الوطني، ولتجسد بذلك حرص الأجهزة الأمنية وجهودها المتواصلة من أجل حماية المواطنين وممتلكاتهم في كل أرجاء المملكة. الساكنة المحلية والتي عاينت صباح اليوم عمليات التفكيك هذه أعربت عن ارتياحها العميق لمثل هذه التدخلات التي تمت بدقة متناهية ومهنية عالية. نحن نندد بهذا العمل وهذه التصرفات لا مسؤولة وغير إنسانية، ونقول للشرطة القضائية مزيد من العمل ومزيد من التضحية من أجل هذا الوطن، ونحن وراءهم جند مجندين إن شاء الله. فاش كنشوفوا العمل الجبار ديال رجال الأمن وكيقوموا به، كنعسوا مطمئنين حنا ولادنا، وكنحييهم بكل حرارة، كنقول لهم استمرار استمرار، رحنا معاكم. الله يجعل ربي يحفظكم، راكم في خدمة الشعب، الله يجعل ربي يحفظكم. ونطلب الله سبحانه وتعالى الله يحفظ بلادنا ويحفظ مالكنا وينصر الأمة العربية، وحنا ضد هاد الناس اللي راهم يديروا هاد الشيء، حنا ضدهم. الحقيقة ما كناش نتوقعوا أن وجدة يبقى فيها الكارثة، ولكن الحمد لله الإخوان والشعب وعاش الملك ورحنا كلشي متضامنين. تحية وطنية للناس ديال الأمن ديالنا على هاد العمل الجبار ديالهم من طنجة للكويرة كيحميو أرض الوطن. عمليات تدخل إذن في إطار السياسة الاستباقية، وتبرز الدور الهام الذي غدا يتطلع به المغرب على الصعيد الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب عبر المقاربات الأمنية والقضائية.